السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم مايت موكا، واليوم بتكلم عن اجرون. طبعا اجرون من البوكيمونات اللي نادر ما اشوفها، هو من الاندريوز. البوكيمون في كذا حركة تقدر تسويها، في يعني الابيليتيات اجرون العادية اللي هي روك هيد، تشيل ريكويل، الحركات اللي اذا دمجت فيها التعور انت تشيل الدمج اللي عبرك، هذه حلوة. هيفي ميتل ترفع تدبل وزن البوكيمون، فهيفي سلام في الحركات اللي تطق بوزن البوكيمون تصير دبل، لكن مشكلته شنو؟ لو عطاك واحد لوكك مع السلامة. ستيردي يعني يعيش على طقة واحدة. انا احب ستيردي ليش؟ لان اقدر اعطيه اللي هو باري، يرفع مثلا سبيده او يدبل سبيده، يدبل الاشياء هذه. الميجا اجرون ابيليتي ماله اللي هو فلتر، السوبر افكتيف عليه يقل ربع، 25% من السوبر افكتيف ينحذف. الميزه بميجا اجرون عن الاجرون العادي، اجرون العادي يعتبر روك ستيل، الميجا اجرون يعتبر ستيل بس، فنقاط ضعف الميجا اجرون حيل اقل من نقاط ضعف الاجرون العادي، خصوصا ان روك ستيل يتعور من الفايتنج ضرب 4 بدل ما يتعور ضرب 2 مع فلتر، شيء حلو. الناس شنو يعطون الميجا اجرون؟ طبعا اجرون العادي قليل ما يلعبونه، بس الميجا اجرون الناس ياخذونه ستاردي، يعطونه اللي هو الميجا ستون طبيعي، امبش اتش بي فل، سبيشال ديفنس 240 و16 ديفنس. طبعا ديفنس ما يحطون على الديفنس، ليش؟ لان ديفنسه 230 طبيعي، فما يحتاج انك تحط على الديفنس، يحطون على سبيشال ديفنس علشان لا طق احد فاير، جرام مثلا، ايرث باور، الاشياء هذه اللي ممكن تكون على سوبر افكتيف يتغاضاها. طبعا الحركات اللي يعطونا اياها ستيلث روك، تندر ويف رور او توكسيك، هيفي سلام، وايرث كويك. وفي حركه ثانيه يمكن احسن، ويعني هيفي سلام اوكي ما يخالف، هي ستاب وعلى الوزن نفسه، يعني حلوه هيفي سلام على الاجرون، لكن رور، توكسيك، وثندر ويف، انا اشوف ثندر ويف افضل من توكسيك ورار. ايرثكويك يمكن لان الفاير قدامك يكون قاعد، فانت تقدر انك ترد عليه بايرثكويك، ونفس الشيء ستيلث روك بس علشان يكون عندك احد ستيلث روك. طبعا الستيلث روك اذا عندك احد ثاني يقدر ينزل ستيلث روك، تقدر تعلمه مثلا اجرون، تقدر تعلم اللي هو بدال ستيلث روك ايس بانش، او تعلم ايس بيم، تقدر تعلم اي حركة ثانية تطق فيها الفلاي وتطق فيها الجراوند، يعني مثلا ايرث كويك راح تطق فيها الفاير وراح تطق فيها الستيل، بس ما راح تقدر تطق فيها الفلاي ولا راح تقدر تطق فيها الجراوند، جراوند راح تكون عليه نورمال ما راح يسوي لك ولا شيء. فتقدر انك تطق مثلا ايس بانش، وخصوصا بالاندر يوز انت راح تحصل بوكيمونات جراوند واجد، ف لان نوع الجراوند شويه ضعيف. وبعد اللي هو من الايتمات اللي هم بعد تقدر تعطيها حق اجرون العادي، هو اجرون الطبيعي في ايتمات واجد تقدر تعطيها اياه، يعني في اللي هو باري اللي يرفع السبيد، او نسيت صراحة اسمه، في عندك تقدر تعطي اذا انت واثق من قوة البوكيمون نفسه او من سرعته، يعني مثلا تقدر تعلم اجيلتي، هو جنة ما يتعلم اجيلتي، روك بولش اللي يتعلمها، يتعلم روك بولش، يعني تقدر تعطيه روك بولش وويك بولش،
اللي هي ويك بوليس، اللي ترفع اتاكك وسبيشال اتاكك باثنين، ويكون عندك شو اسمه روك بولش، فترفع سبيدك دبل بدل ما يصير 50 يصير 100، ويصير عندك اللي هو اتاكك، يعني بدل ما يكون اتاكك بدل ما يكون 110 يصير 220، وسبيشال اتاك يرتفع لكن مهم. سبيشال اتاك طبعا هو اقرون قوته باتاكه. تقدر تعطيه ويكنس بولسي وستردي روك بولش هيفي سلام علشان لانها ستاب، ايرث كويك مثل ما قلت لكم لان تقدر تطق فيها الفاير وال الاشياء هذه، والحركه الاخيره ايس بانش، ولا تقدر تعلمه اي حركه ثانيه انت بخاطرك فيها. مثلا تقدر تحط مثل ما قلت لكم الباري اللي يعطي سبيد، بس انا ناسي شنو اسم الباري اللي يعطي السبيد، اذا تذكره او قاعد تلعب على اللي هو شو داون تقدر تشوف الباري اللي يعطي سبيد، اللي اذا نقصت فيه تحت الربع يرفع سبيده، وتقدر تحط له مثلا بداله اللي هو يتعلم سور دانس. هني المشكلة، لا كنا ما يتعلم سور دانس، ما يتعلم سور دانس. باري السبيد يعني الحركة مو حلوة حيل، يعني انا اقول لك لو تعطيه الويكنس بوليسي، الويكنس بوليسي مع روك بولش، هذه من الاشياء اللي تكون حلوة وياه. تقدر تعطيه مثلا بدال الويكنس بوليسي تعطيه لا ويكنس بوليسي روك بولش، هذا افضل شيء انا شايفه حق نفسي، لكن انت تقدر تسوي فيه اشياء ثانية افضل. يعني مثلا في ناس يقول لك يعطيه تشويس سكارف، يعطي اللي هو تشويس سكارف علشان يرفع سبيده، ويعطيه هيفي ميتل ويطق اللي قدامه هيفي سلام. هيفي سلام شيء خيالي، وخصوصا لما تسوي على اللي ضدك تيل ويند، يعني لازم تنزل بوكيمون تعطي تيل ويند مع تشويس سكارف، انت سبيدك اندبل مرتين وتعطي هيفي سلام. هيفي سلام يندبل الدمج مالها، يعني الحركة فتاكة جدا تصير، يعني لا وقوة هيفي سلام، يعني من قوة هيفي سلام ان توصل ل 250، ف مع ثقل اجرون راح تصير فتاكة حيل. طبعا الايفي وال الايفي مثل ما قلت لكم الناس اللي قاعد يستخدمون اللي هو اللي قاعد يستخدمون الميجا دائما يعطونا اتش بي وسبيشال ديفنس، ويخلونا ديفنسيف اكثر من انه هو شو اسمه عادي. حركات اللي يعطونها اياه يتعلم افلانش، يعني تقدر تعلم افلانش بدال يعني ايس بانش افلانش او اي شيء ثاني. ثندر ويف من الحركات اللي تكون حلوه موجوده عنده. بس خليني ارد اقول لكم مره ثانيه، اللي هو فل اتش بي 240 سبيشال ديفنس 16 ديفنس، بس علشان الديفنس ماله يزيد شويه، يعني يستفيد من الديفنس، يعيش من حركات الفاير بانش الباك بانش، يمكن ما اعتقد يعيش من دايناميك لا يعيش من دايناميك بانش، ليش لا 230 ديفنس مو شويه. اجرون العادي انا صراحه مثل ما قلت لكم لو بسوي ويكنس بوليسي ستاردي مع روك بولش راح ارفع الاتاك كاب، وراح ارفع اللي هو السبيد فل، لانه هو اساسا راح يموت باي طقه فايتنج او اي طقه فايتنج هي ذابحته، فاللي قدامك ما عنده فايتنج قدرت انك تسوي روك بولش قدر انه يحوشك مثلا بوتر بفاير بشيء خلاص انت اشتغل عندك، لكن اي كويك اتاك اي شيء راح يذبحك. طبعا يمكن لو تعلم رست لا ويكنس بالاسي يمكن او تخلي عنده رست، يعني احتياط رست واروما ثيرابي او رست هيلبل بترده بعدين، لكن ستاردي ويكنس بالاسي هم بعد حلوه، يعني روك بولش ترفع اتاك ترفع سبيدك، ويكنس بالاسي ترفع اتاكك،
مع اتاكك العالي 319 يندبل يصير 640، السبيد يصير 400. تبدي هني انك تشوف السرعه اللي موجوده عند اجرون. اذا تبي تسوي هو اجرون اللي الناس تحب ان تستخدمه، الهيفي ميتال، تعطي هيفي ميتال، تعطي فوكس ساش بس علشان ما يموت اول ما تنزله، تعطي ستيلث روك، هيفي سلام، ايرث كويك نفس حركاته، حتى لو تبي تعطي الروك بولش ايرث هيفي سلام وايرث كويك موجودين، لكن الحركه الاخيره بدل الرست تحط له مثلا حركه، مثلا اي حركه ثانيه بخاطرك مثل ثندر ويف، ثندر ويف بس عشان تبطئه. اي تقريبا نفس اللي قاعد يستخدمونه حق الميجا. تشيل الاتاك، نزل الاتاك لان هيفي سلام راح تعطي دامج عالي حيل، ترفع عاد فيها اللي هي الديفنس شويه، ترفع الاتش بي وتوزع بين السبيشال ديفنس وتوزع بين الديفنس نفسه، فعلشان يقدر ان البوكيمون يستحمل شويه دامج ترفع سبيشال ديفنس او كذا علشان يعيش. فوكس ساش الشغله راجعت لك، تبي تحط له فوكس ساش علشان ما يموت بطقه واحده، مثلا اللي قدامك طالع عنده لوكيك كروس تشوب ماك بانش، يعني حتى ماك فاكيوم ويف الضعيف ممكن تذبح. هذا من مشاكل اجرون، عشان كذا انا ما اشوفه ينلعب واجد، يعني اقرون من اقل البوكيمونات اللي اشوفه مين لعبون. بكذي خلصت الحلقه، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. ان شاء الله الحلقه الجايه راح احاول اتكلم عن شويه بوكيمونات لكن باختصار سريع. لا تنسون تكتبون تحت اسامي البوكيمونات اللي تبون تشوفونها الحلقه الجايه. مشكورين على المتابعه وفمان الله.